احرص وأنت في سيارتك، احرص وأنت تسير، احرص وأنت في بيتك وأنت في مكتبك، احرص إلى أن تستمع للقرآن. آية من الآيات قد تدخل إلى قلبك وتغير مسار حياتك كاملة. قد يوفق الله أحد المقرئين والقراء لتلاوة آية بطريقة معينة فتؤثر فيك في كل حياتك. ومن المقاصد العظيمة التي أنزل من أجلها القرآن الاستماع إلى هذا القرآن.